بيه، شنو علاقتك وسيم يتقلب بشكل عام على علاقتك بالجامعة، علاقتك بوديع الجري، علاقتك بشقيق وشوجيه الجري، شنو علاقتك بيه؟ يقال انك محمي منهم معناها ويسهلوا لك في برشا حاجات. محمي كما ربي سبحانه وتعالى، معناها متفاهمين في هذا. محمي كما ربي سبحانه وتعالى، انا كي بديت الخدمة ذي عندي حاجة، معناها انا نعرف ما ينكر في الكلب، كان ما ينكر في معناها في ياسلو كان كلب، انا وديع الجري في الساحة حسب ما يسمع. وديع الجري ولد جهة، معناها احنا في مدنين وبنقردان. كيف عرفتوه الساعة؟ كيفاش تعرفت عليهم هو ولا شقيقه؟ لا اسمعني باش نحكي، كان نعرف من صغير فهمتني. دكتور وديع الجري انا كان يحكي لي عليه بابا برشا، خاطر بابا كان معناها يعرفه مش في الكورة، يعرفه سياسيا فهمتني. كان يحكي لي عليه معناها يقول لي راهو انسان باش يوصل، وبابا ما عملنا خدمت 23 سنة في السياسة، بابا من الحزب الدستوري فهمتني، من كان في خرج من السياسه فهمتني، خدم برشا في السياسه ويعرف يقول لي راهو باش يوصل وكل شيء. كان يحكي لي عليه حتى ديما معناها في اللي انا جو 4 ولا 5 سنين الاولانيين فهمتني، هذه الحكايه فهمتني. كان يحكي لي عليه برشا فهمتني، وكنت ما عنديش كونتاكت انا مع الدكتور وديع الجري، معناها في تصور لحد هذه اللحظه ممكن قابلته 3 مرات اقسم بالله. ما عندي حتى معناها كونتاكت، معناها نفتخر به معناها كهو. تتصور انت كان يحكي لي عليه ديما بابا، يقول لي راهو معناها باش يوصل وانسان ننظم، حتى كي كان في البلديه خاطر بابا دي كان يحضر معاه في الاجتماعات نتاع المجلس الجهوي ولايه مدنين فهمتني. يحكي لي عليه للصدفه معناها فهمتني، انا تعرفت على وجهه وقت اللي يعمل في الريكريتمون بن قردان فهمتني، معناها يتدب كان ياخو معناها هو بحكم رئيس الشرفي للاتحاد الرياضي في بن قردان. كان كلمني على ملعبية وكهو، تصور حتى المرات اللي نتقابلوا فيها تتعدى على 7 فهمتني. ممكن خاطر انا عندي موقف ما نتغطاش تحت السياب، ما نتغطاش ورا الحيوط ولا حاجه، انا موقفي اليوم وغدوه وبعد غدوه وبعد غدوه بتيد، معناها عندي موقف مع دكتور وديع الجليل اللي هو نحترمه برشا وندافع عليه، وانسان حق انجازات احنا نعتبروها انجازات، ممكن كل واحد ورايه مقتنع به، واقتناعي هذا نعبر عليه مباشرة أنا في قدام الناس الكل، ولا على صفحتي على الفيسبوكية اليوم وغدوة بعد غدوة، كما كنت مقتنع بالنظام القديم اليوم مقتنع بالدكتور وديع الجري. وقت تشوف أنت معناها في الحملات وكل شيء، هو إنسان يخدم على روحه، حقق برشا إنجازات، أما راني ما عندي به حتى علاقة. ما خدمتكش العلاقة هذه؟ ما خدمتني ما عندي. خاطر يقال مثلا في الكان اللي فات عندك ملاعبية مشاو على ساعدك هما باش يمشيو للكان، ساعدك وديع الجري. تمام بالله، وهذا هاي مية فهمتني، ما ربي سبحانه وتعالى. وديع الجري الدكتور وديع الجري 3 مرات تقابلت أنا وياه، مرة في المنزة، مرة في الفيدراسيون، أنا عندي الملف بتاع سوسيتين ديبوزي فيه وقتها. تصور ما يعلمش ممكن عليا حتى أنا أجريي ولا مانيش أجريي فهمتني، ولا السوسيتين بتاعي أجريي ولا مش أجريي. ما يعرفهاش فهمتني جملة وتفصيلا. ومرة قابلته في لهنا في الحومة فهمتني، في العوينة فهمتني. مش شخص ما قابلته 3 مرات مش مبالغ فيه انك تحط مثلا صورته كواترو في البيرو نتاعك. اسمعني هذيك حاجة بالنسبة احنا في الجنوب التونسي في اسلام، كما ممكن انتم في منزل تميم ولا في الكابون، معناها احنا في الجنوب التونسي في ولاية مدنين بالذات قراب لبعضنا برشا، وكي تبدع خاطر احنا تحرمنا برشا. احنا حتى في نظام بن علي اللي كنت فيه معنا بابا، كان انا واحد من كنتوا منه نظام، كنا منه كما كنت تحكي لي. ايه كنا منه نظام بن علي احنا، اما في الجنوب التونسي كنا كي نشوفوا وزير ولا نشوفوا شخصيه من مدينه الناس كل تفرح، حتى احنا ناس برسك منطقه مدينه اما بدويين شوي فهمتني. احنا نفرحوا كي نشوفوا شخصيه رياضيه ولا وزير. هي مش مبالغه فيها شويه الفرحه؟ احنا فرحين صدقني، اليوم فرحانين كنا، واليوم تمشي المدين ولا بن قردان فرحانين كنا برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اللي هو أصيل الجهة، ولا أي وزير حتى كي كان محمد الحامدي اللي هو جاري وأستاذي فهمتني، اللي قراني فهمتني وزير التعليم، الناس فرحت والناس ونساء تزغرت وعملوا كل شيء. علاش نحيت هالتصوير؟ موجودة صدقني. خاطر آخر فيديوهات أخرين ما عادش موجودة، هاي فيديوهات أخرين ما عادش موجودة بلا تصوير. موجودة والله موجودة، تتاحها من بلاصتها هذيك تصوير. بالعكس أنا كما نقول لك، خاطر يقال وسيم أنه متغش عليك شوية في الفترة الأخيرة. ما عنده علاش متغش عليا بالعكس، كان جاي متغش عليه ينجم ينبهني، خاطر انا كما قلت لك موجود، انت هيك عملت بحث فهمتني في السيت اوفيسيال نتاع الفيدراسيون، معناها تصور انا تعدد الشركه نتاعي كل شيء، معناها على الاجراءات الاداريه الكل كانت بشرف مع رئيس اللجنه سي حمد المغربي، كل شيء الشروط الكل متوفره فيا انا وفي خويا فهمتني. ها نقول لك علاش تغش عليك في الحكايه نتاع عزيز الشتيوي مثلا، تغش عليك برشا رئيس الجامعه. صدقني تمام بالله ولا بالله، لا طلبني لا الكاتب العام للجامعه التونسيه اللي كنت قدمني انا تحت لواه ونجم يكلمني هو، ولا للسيد مشرف مراد الكعاك، ولا للسيد رئيس الجامعه. قسما بالله
طلبني على الموضوع خاطر يعرفوا من حيث ثواتي كل عزيز شتيوي انا وياه تربطنا برشا علاقه وبرشا معناها نتعاملوا مع بعضنا في حتى باركور نتعاملوا مع بعضنا برشا ما فما حتى شيء كبروها ممكن نعم كبرت عزيز شتيوي تصور انت نتحدى اي وكيل اعمال في تونس ولا في العالم يشيها انتوني وصارت على اللاجون بتاعي صاحبي يوسف الموني السعودي كما هو صارت له الكام تاعي هنايا هذايا نتاع انتوني فارا نتحدى اي بشر في العالم يجيها انتوني فارا اللي هو خوفا اللي خو خوفا فارا اللي يلعب في الريال فهمتني باش يقول له باش معناها ما يكونتاكتيهش انا تصور كوسيم التاب فرحتي مش بالفلوس اللي باش ناخذها من رائد الفادع ولا من عزيز شتيوي تو نجيو لا تخيلنا في موضوع عزيز الساعه خذيت منه فلوس وسيم بيعته في كرهبته يقال لا ما بيعتوش كرهبته لا يا خوي انا نخذرها في كرهبته فهمتني باش تبدا في بالك يجاوبني على الحكايه هذه شنو نحكي شنو نحكي كل شيء محضر شو انا خويا عزيز محضر الامور حاضر لا نعرف كل شيء والحقيقه كان عزيز ولا ابوه انا اللي نحبه برشا ولا عزيز يكذبني انا موجود عزيز اكثر من خويا انا نقعد مع بعضنا يشاورني كان يحب ياخذ كهرباء يحب ياخذ سيالا فهمتني حتى بنعمل مش ما غير من سامي مش فهمتني اي قال لك بعد تعاد الكاسه باش تخلص الشهر اسمع كان باش يحب ياخذ كهرباء نحكي انا وياه كل شيء قال لي هذه كهرباء ما نحب ناخذ كهرباء به قلت له جات صدفه فهمتني معناها انه الموضوع هذاك باش يخلصوا الكلوز ليبراتوار تصور انت يجيك كونترا معناها انه بالبي دي اف انا لتو مخي هابل تو مش مصدق كان يسمع فيا هو اللي نجم ترجمه له السيد هذايا فران فهمتني علاش عمل هيك معناها يجيك كونترا بي دي اف فهمتني ومن بعد يطلع بالطريقه هذيك نحضر في الكلوز ليبراتوار اللي هو 100 دينار ديت قاعد انا وصاحبي فهمتني في القهوه هو سي قال لي ها كونترا عزيز شتي يقعدوا ساعتين يقول عزيز صباح صح في سليمان كان ليبر فهمتني من بعد خويا فهمتني لمده في الكلوز قلت له انا دبر انت 40 ولا 50 وخبيتهم هكاك كيما بعثهم لي فيرمون رجعتهم له فيرمون قلت له خبي ال 40 ما رجعتهم له كان تدخل لرئيس الجامعه حتى واحد وشقيقه صدقني هاو عزيز يسمع لحتى واحد كلمني على الموضوع ولا فما واحد عزيز نقول لك حاجه حتى 200 مليون و300 مليون كي يبدا عنده ناخذ من عنده وياخذ من عنده وهو ولا غيره مدلس العقد اللي جاك الله غالب طلع ايوه وسيم لهنا خدمتك نورمال ثبت هذا ثبتت سالت عليه شافت اللي بعثت له على الايميل فرا فهمتني بعثت له على الايميل فهمتني والايميل نتاعه هو اوفيسيال ثبتته وكونتر يجيك بي دي اف تي انا كي بعثت بي دي اف مش بي دي اف عادي يدلس معناها لا غالب انا انسان 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 يعيش في التجارة في الخليج ما عمرهاش صارت لي صارت لي في ها هو سيدي الايميل ايميل فرا فهمتني فرا انتوني @جيميل بوان كوم وهذا كونتر رائد الفادع اللي بعثت له وهذا اي باش تقول يا هو يقول اما شي كما سمير السليمي تحيا سمير سحبنا خونا واحد اما كما معنا بكل شيء يا ودي انا صدمت تو انا شنو منفعتي باش نجي انا العزيز شتيوي ولا الرائد يا ودي راهي فرحه السي في كي تخرج الملاعبي حبيت ولا كرهت انا نهار اللي نسيم هنيد اللي ما كنتش انا معنا لاجون اللي خرجوا اللي ما كنتش انا كان زميلي فهمتني معز الشابي فهمتني ولاجون اللي تنجيو تنجيو كما خلينا نبقى في عزيز معناها فرحه كبيره انا عزيز عزيز تعامل انا وياه كلمني نكلمه حتى في ندور مع بعضنا يشاورني لليوم لليوم يكلمني ونكلمه تصور عزيز الوحيد ما تكلمش الميديا كان جي انا خايب مع عزيز راه تكلم وقطعني وريشت شو اما رئيس جمعيته تكلم مثلا لهنا في اكسبرس رئيس جمعيته بخاطر انا شديت اون نيغوساسيون في عزيز بوسته ما حبيتش نعاود لعزيز بوسته كيما حب هو خاطر مع احترامي ليه خويا وليد جلاد اللي هو ممكن معناها رئيس جمعيه عنده الحق باش يدافع على حقوقه فهمتني ويدافع على حقوق جمعيته ويحمي ملاعبيته يقول لك سيبني من ليزاجون يولوا يطلعوا لي في لي كونترا نتاع الملاعبيه يولوا كذا يولوا ما عنده الحق شنو هي علاقتك به اليوم عزيز؟ يومين جا ولد البارح برك كلمني ما زلت تخدموا بعضكم؟ الخدمه ما انا وعزيز عمره ما كان بيناتنا كونترات ما عمره انا هزيته عزيز من المدينه عمره 19 سنه كان عدى موسم كبير برشا عزيز وقت اللي شافوا رئيس جمعيه مدنين هاو يسمع فينا تو فهمتني قال لي هذايا قلت له هذايا تشوف وعاد سيزون امبيكابل وخلى الجمهور في مدينة يحكي به شنو كان موقفه من الحكايه اللي صارت هذه نتاع الملابس الملك صدقني متقبلها عزيز والحكايه جمله كلمني هو قال لي راه الراجل طلع يكتب قلت له كيفاش طلع يكتب قعدنا نثبت انا ومنه دخلت بعضي وانا وقتها نجبد في باسبور نتاع فيزا من تي ال اس فهمتني دخلت بعضي اسلام بقيت بريود معناها ممكن مقبلتها كان بالسيف الحكايه نتاع عزيز فهمتني غلطت خاطر عارف علاش غلطت ولا حسيت روحي غلطت في حاجه كي جاني الكونترا علاش ما بعثتش ايميل للكلاب الاوفيسيال خاطر احنا في الخليج
ولا في العرب ولا حتى في تونس نحترموا بعضنا كزملاء وكديزاجون، ما نجمش واحد ينقز على واحد فهمتني. انا خليت قلت هذا سيء تيدي اسلام كتب نحكي لك اون ديريكت فهمتني، تي واحد فرعان ولا فهمتني باش تدخل له مداخيل بالي اخر امريكا بالي اخر امريكا وبروجي وسي في وسي متاب فيه ولا معناها مش متعمد، فما خاطر كلام قال متعمد وحاول تحايل على بعض الملاعبين خاطر تعاود تحكي مع رائد الفيطة تقريبا نفسها رائد الفيطة انا تحايلت عليه باش نجيو نحكيو على رائد الفيطة مش حكيت بون اذا كان توهم والملاعب بون انت قلت تحايل عليك اذا كان يوصل كونترا مش موجود الكونترا هذايا في سبع سنوات من الخدمة ولا ثمانية سنوات باش نجي انا توا على الجو ولا بعضهم الزوز خاطر مع نفس الشخص باهي هاد واضحنا بعد شويه.